بتبدا ازاي مشروع زي ده؟ والله هو المفروض بيبقى عندنا رسم بنمشي عليه وزي مقاييس كده او حاجات بيحددها صاحب اليخت او اللانش او المركب اللي هو الشريحه اللي هو محتاجها. يعني مثلا انا عايز شريحه متوسطه، شريحه واطيه، شريحه عاليه كده، يعني بيحددها. بناء عليه بنبدا نحدد بقى مثلا هيحتاج مكان جديد، هيركب مكان مستعمل، المحركات الرئيسيه، المولدات عامه، الجنريتور، اجهزه الملاحه، اجهزه التوجيه، الدفة، الحاجات دي كلها بنحددها بناء عن طلب العميل او الزبون. لو اجهزه مستعمله انت اللي بتجيبها ولا هو اللي بيجيبها عشان يتحمل مسؤوليتها؟ والله هو ممكن يجيبها او ممكن اوردها له انا، بس طبعا انا لو جبت حاجه مستعمله بيبقى في حدود معينه، يعني ما فيش حاجه مستعمله من مصر. المستعمل بيكون له استيراد، خاصه المحركات لو بتيجي مستعمله بتيجي مستعمله استيراد من الخارج، استعمال خارج مش استعمال مصر، والاغلب بيبقى جديد. بس طبعا في يعني بعض الناس ما بيقدرش على سعر الجديد لان دلوقتي بقى عالي، فبيجيب مستعمل يعني حالته قريبه من الجديد شويه.